لآخر مرة يصل فيضان النيل إلى مصر. تستقبله قناة هائلة شقت خصيصا لأجله، ويساق الطوفان القادم من الحبشة النائية خلال أنفاق ستة للسد العالي الجديد في أسوان. أيوة. إله أوزوريس يودع مجده القديم. كلمة تأتي من مركز المراقبة في القاهرة على بعد 300 ميل كي تفتح 180 عين في خزان أسوان القديم لتمر المياه المتدفقة. تتحكم في فيضان النيل ستة قناطر أخرى كبيرة، أكبرها في أسيوط في الصعيد، لها 111 بوابة. كل واحدة من هذه القناطر العظيمة تحجز الفيضان وترفع مستوى الماء خلفها قليلا. الأهوزة المثبتة في الشواطئ تحول ماء النيل إلى شبكة واسعة من القنوات. صباحا ومساء ترسل إلى مراقبة النيل في القاهرة مناسيب النيل من مئات المقاييس المنتشرة في أنحاء مصر. سد العالي. الرجال الذين أنفقوا حياتهم في دراسة النهر يصدرون الأوامر يوميا للسدود والقناطر والقنوات في الصعيد والدلتا، وساعة بساعة يقررون كيف يوزع الماء للمرة الأخيرة. تفيض بالماء، له الحمد من أعطى مصر هذا النهر العظيم. سيأتي الوقت الذي ينظر فيه العالم بإعجاب إلى مصر جديدة. سنرى أرضا خضراء مطرزة بشبكة من القنوات، ولكننا سنظل نعجب أن قوة النهر العظيم الكامنة ظلت مختفية لزمن طويل، مثل سر منبعه الذي كان من قبل خافيا. 12 مليونا يعيشون في جزيرة الدلتا الخصبة وسط محيط من الرمال، واحة غنية وسط بحر من الصحراء الجرداء. في مصر 30 مليونا، وفي الجنوب ملايين أخرى تشرب من هذا النهر الفريد. القبائل النيلية في سهول ومستنقعات منطقة السدود.